معشر الأخوات والإخوان، هذا المسار العام، هذه الاتجاهات العامة التي رأيناها في بعض المناطق تزامنت أيضا عموما إلى توجهات لتبخيص العمل السياسي وإنهاك الفاعل السياسي وتبخيص هيئات الوساطة وإضعافها مع ما يترتب عن ذلك من شيوع لعدد من الخطابات المسيئة للمؤسسات ومشيعة للياس ومشيعة للانسحاب من الحياة العامة وبروز أنماط جديدة من العمل السياسي أو من الفعل السياسي خارج هذه الأطر الديمقراطية والمؤسساتية وبمضامين جذرية بمضامين شعبوية رافضة، وهما يضعف بشكل كبير التفاعل مع العمل السياسي النبيل الذي لا غنى عنه في تدبير شؤون الدول والأمم. ولا شك أن عدد من الدول تعيش هذه الإشكال بشكل عميق جدا، تجوزت هيئات الوساطة وأصبحت هناك صعوبة في تدبير لا الاحتجاجات ولا المطالبات ولا الحاضر ولا المستقبل.